لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط حين أضحى فريدا. من هم؟ هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. من هم؟ هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. قصدوا الغاية التي لا يبالي من نحاها، نال العلا أو أبيدا. وقفوا موقفا على الوقفوا موقفا لو أن الرواسي وقفت مثله لصارت حصيدا. كلهم في الكمال فردا، وحتى يومهم في الأنام كان فريدا. حملت أمهاتهم في ليال قارن السعد عندهن السعودا. كانت أم الخطوب قدما عقيما، صيروها بعد العقام ولودا. ولدت منهم الوفاء فكانوا والدا، والوفاء كان وليدا. ولدتني أمي، لماذا إذا لم أك فيهم عند اللقاء موجودا؟ لائق فيهم المديح، فأسمع أن يفيهم ما استطعت مدحا مجيدا. كان طوفانهم كطوفان نوح، كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ماء يجري وهذا حديدا.
ركبوا فيه للنجاة سفينا جاوزت فيهم السماء صعودا. لو زمان الخليل كانوا لما ارتاع لهول ولم يخف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عضيدا. ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا. ولطالوت أصحروا في مجال وغدا كل واحد داود. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا. سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا. مجالسنا هذه ينبغي أن لا تنفك من الفائدة التي يتلقاها الإنسان منها، ولا سيما في زماننا هذا التي كثر فيه العارفون وانتشر فيه العلم، وأصبح الناس كل طائفة تجادل الأخرى في تحقيق ما تذهب إليه من الدين وما تتهم به الأخرى من المخالفة للدين. سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. شنو معنى عبدوني ولا تعبدوا الشيطان؟ معناها ايش؟ اولا خلنا نعرف العبودية الواقع بقسميها. نعرف العبودية بقسميها: عبودية قهرية، قهرا أنا أتحلى أو أتلبس بالعبودية لله قهرا مختيارا، لا، وأحيانا لا، أحيانا أتلبس بالعبودية اختيارا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما العبودية القهرية هي التي لا حاجة للقرآن أن يحث عليها الإنسان، وأن اعبدوني معنى إيش؟ يعني مو أن اعبدوني كونوا مخلوقين لي، لا مو كذي، لأن العبودية وهي بمعنى التصرف في المستعبد هذا أمر قهري لا ينفك منه شيء من خلق الله، حتى الجمادات، حتى الجمادات تشترك مع الإنسان فيه. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. شو نسمي هذا؟ نسميه أن الله تبارك وتعالى قد كشف لذلك الجماد وذلك الجبل الصلد عن بعض هيبته، فذاب كما يذوب الرصاص وتفتت كما يتفتت الملح. ليش هذا؟
لأنه بطبيعة الحال هذا الجبل وكل خلق الله لا يستطيع أن يخرج من سلطان تصرف الحكمة أو تصرف الخالق جل وعلا. زين، إذن فالعبودية القهرية يعني أنا بما أني مخلوق لله لا أستطيع أن أستعصي على أمر وجه إلي قهرا من مرض أو موت أو عز أو ذل أو غنى أو فقر أو موت أو حياة أو أي شيء. هذا أمر ما ممكن أي خلق الله يستطيع أن يتخلف أو يحكم إرادته فيه. يعني لما أسمي نفسي عبد الله مو أريد أقول أني مخلوق لله، لا، ترى أعتقد هذا أمر يشترك فيه معي حتى البونيان، حتى الإنجليزي، حتى اليهودي، حتى المجوسي، حتى اللاديني، حتى الطير، حتى الشجر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. زين، إذن هالعبودية هاي لا يستحق الإنسان عليها ثواب، وكذلك لا مناص له إن أنكرها، يعني حتى لو أنكرها لا مناص له من التلبس بها. لأن يا أخي لما يقول ما أنا عبد الله هو في الواقع عبد الله حيث أنه مخلوق له، حتى لو أنكرها لا يفكه إنكاره عن ذلك. يعني إذا قلنا العبودية هي الانقياد الذاتي، الانقياد المادي، حيث أن بدني هذا منقاد لأمر الله، يعني إن شاء يقويه يقويه، وإن شاء يضعفه يضعفه، إن شاء يمرضه يمرضه، وإن شاء يصحيه صحاه، وإن شاء يغنيه أغناه. هذا شيء لا يملكه الإنسان ولا ثواب على التسليم به. يعني الآن لما أقول أنا عبد الله يعني مخلوق له، هذا ما فيه ثواب، لأنه أمر قهري في الواقع. زين، بعدين القرآن لما يقول وأن اعبدوني يعني اعترفوا بأني خلقتكم، بأني أتصرف بكم بحسب انقياد أبدانكم لي، يعني هو هذا قطعا لا يعني. إذن فالعبودية المقصودة في الآية هو الطاعة المختار فيها المكلف. لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، مو ألا تعترفوا أنكم مخلوقين له، مو هذا، ألا تطيعوه، يعني ألا تنقادوا لأوامره ولا تركنوا لحبائله ولا يغرنكم ما ترونه من أفعاله. يعني لا تختارون الانسياب مع ما يوحيه الشيطان في أذهانكم، يعني لا تطيعوه، هذا معنى، لكن أطيعوني يعني انقادوا إلي. زين، فإذا يعني لما الله تبارك وتعالى يقول ألا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوه، يعني لا تجندوا طاقاتكم التي عندكم من مال أو قول أو فعل أو أي شيء في سلوك الحياة، تجندوه إلى طاعة الشيطان، هذا معنى، ولكن جندوا ذلك كله في طاعتي، اختاروا الطاعة. وهذه الطاعة القسم الثاني هي التي عليها الثواب والعقاب، ويستحق الإنسان على تركها العقاب ويستحق على إيجابها الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ترى أن العرب مغفلين، يعني ما يعرفون اللغة، أو مثلا لما الله تبارك وتعالى يستعبد النبي ويقول إنه عبد لي،
انت ايها المؤمن العالم واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يعني واشهد ان محمدا مخلوقه ورسوله، وسكل صير قطعا لا. وانما اردت ان تقول ان تشهد على ان الله تبارك وتعالى اطاع خالقه في جميع ما امره به ونهى عنه، يعني جنة الطاقة، جنة الطاقات التي وهبها الله له في طاعة الله اختيارا. إذن فالعبودية بهذا الشكل هي التي يعني هي التي تعنيها الطائفة يا أخي. لما أقول أنا عبد النبي أو أنا عبد الحسين أو أنا عبد الزهرة، يا أخي ما يقصد أنا مخلوق للزهرة ولا مخلوق للحسين ولا مخلوق. يا أخي هاي أشياء ما كيف تتطرق لأذهان الناس لعدم العلم والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. يعني هل ترى أن الله يقول والصالحين ممن خلقتموهم؟ يعني يصير الشكل هاي تافه، تافه هذا. ليش تافه؟ لأن تحصيل حاصل يقولون أهل العلم، تحصيل حاصل. يعني لما يقول من عبادكم يعني يريد يقول أنك خلقت العبد، لا يا. ما هو إلا أراد أن يقول أن هناك أفراد من البشر مسخرين بالطاعة والقيام بأعمال لبشر آخرين. هذا أكثر من هذا بعد، يسمون المولى عبد. زين، هذه العبودية بالذات هي المقصودة، وهي التي يحصل عليها الإنسان الثواب، وكذلك يستحق على تركها العقاب. فلما نجي ونقول سادة في الأنام، هذا اللي أريد أقوله، سادة في الأنام، يعني اعتقد الآن لما أجي إلى جون أعتبره سيدي في الواقع، لأن له الفضل علي، حيث أنه وقف إلى جانب سيد الشهداء يريد أن يضحي فيما استهدفه سيد الشهداء من كرامتي، وقف إلى جانبه وضحى بحياته، فهو سيدي في الواقع، لأن له علي جميل، له علي معروف، له علي صنيع. يا أخي يا أخي، لما يجي الفقيه فقيه يذكر جون مولى أبي ذر الذي استشهد مع سيد الشهداء، وإذا به يقف أمام ذكره موقف إكبار وإكرام. ليش؟ يعني جون هو جون، لكن موقف إكبار، موقف احترام، لأنه وقف إلى جانب سيد شباب أهل الجنة. معنى هذا على أي حال أنا ما أدري. طبعا مثل هالمواضيع ينبغي سواء نستوحيها، لأن ترى قلت لك الزمان زمان خليط، وينبغي للمخاطب أن يفهم ما يقوله الشيعة في الواقع، أو ما يقوله شيعة أهل البيت أو أصحاب أهل البيت أو هذه الطائفة، وينبغي أن لا يتكلم أو لا يتهم أو أنه لا يخرج أناس عن دينهم بغير علم. فالعبودية لأهل البيت يا أخي ما هو إلا الانقياد، وقد صرح القرآن في مواضع كثيرة بهذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني من يخضع في جميع حركاته وسكناته وأوامره ونواهي في أكله وشربه وعباداته وجميع مسلكه للرسول، نفس الخضوع للرسول هو خضوع لله. إذن استعباد يا أخي، هاي العبودية التي احنا نريدها. يعني لما أفرض أسمي نفسي اللهم عجل فرج ولي أمر زماننا القائم المؤمل والعدل المنتظر، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين. يقول إمامنا جعفر بن محمد الصادق: من أصغى إلى ناطق. لاحظ الحديث، مو من سمع ناطق، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يا أخي، أنا لما أقف إلى جانب شخص دقعود أو دقربابة وأصغي إليه وأعجب من فعله ويستنهض مشاعري ويحرك خيالي، بطبيعة الحال يعني معنى وجه جميع، سخر جميع هو مشاعري وجميع ما في قلبي إلى هذا الدليل، هذا الذي يطبل، أو إلى هذا الذي يغني، أو إلى هذا الذي يلعب، أو إلى هذا الذي كذا. فأنا في الواقع يعني استعبدني، استهواني. لكن لما واحد يقرأ دعاء، واحد عادي منه يقرأ دعاء، دعاء كميل، دعاء الندبة، أي دعاء، وإذا أنا أتأمل إلى كلامه، وطبعا هم هذا بعد استمال مشاعري وعاطفتي وقربني إلى الله وعرفني مكانتي من المخالفة لله تبارك وتعالى وأبكاني، ذاك أطربني وهذا أبكاني. بطبيعة الحال إذا أطربني ذاك استعبدني، يعني استهواني، يعني استمالني، يعني دعاني إلى ما هو فيه فأجبته. وهذا أيضا لما يستميلني وأخشع وأبكي عندما أتذكر فقرات الدعاء وألفاظه وأعترف لله بالتقصير أيضا استهواني. إذن فالعبودية أخي ما هو إلا الانجذاب والميل. فأنا يا أخي لما أميل لآل محمد أو أتعاطف يا آل محمد، أو أني أتمنى لنفسي أو ولدي أن أكون عبدا للنبي أو عبد الزهرة أو عبد الحسين، يا أخي ما هو إلا عبودية لله. يا أخي والله احنا عدنا أمثلة أكثر من أنتم. ألام بالفعل، احنا خلينا من 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 هاي الأحاديث. احنا الآن إنجيل الوجدان والعقل، عقل يعني احنا حسب ما نعيش به في حياتنا الآن. أفرض أنا الآن أريد شغل، أريد عمل من الأعمال، والله أخذت دور حصلت لي، وين؟ في وزارة من الوزارات. الوزارة هاي طبعا المسؤولين ما لها درجات، من مسؤول إلى مدير إلى سكرتير إلى رئيس إلى أن أجي لوكيل إلى أن أجي لوزير إلى رئيس وزراء، صح؟ أنا الآن شنو أخذوني؟ ليش؟ فراش. هل فراريش ذولا لابد عليهم مسؤول ديرهم، صح أو مصح؟ مسؤول ديرهم ذولا. هل مسؤول لما تخليه الدائرة على هالفراريش يجب عليهم الخضوع لها الثمان الساعات لولا؟ يجب الخضوع لها. زين هالنوب لو أن فردا من الفرارش تمرد والله أنت، أنا ما أميك مسؤول، ما طاول، أنا أسوي على كيفي، أشتغل على هواي، ما أميك أنت مسؤول علي. نتيجة هاش بتصير؟ هذا بيرفع الأمر إلى من؟ إلى المدير. المدير بيرفع الأمر عني إلى من؟ إلى الرئيس. رئيس بيرفع الأمر إلى من؟ إلى الوزير، إلى الوكيل. وكيل بيرفع إلى من؟ للوزير. وهكذا إلى أن توصل إلى ما هو أكبر من، أصير مرفوض عند أعلى مسؤول لأني تمردت على أدنى مسؤول. أما إذا لا والله أطعته واستجبت إليه في جميع ما يأمرني به وينهاني عنه، صرت محمود عند هذا. هذا بيرفع تقرير محمود إلى من هو أعلى، إلى من هو أعلى، إلى من هو أعلى، إلى أن توصل إلى أعلى مسؤول. إذن يا أخي وهذا يعني الدين هو هذا. ليش ما أنت تاخذ شبه أو تاخذ مثال من معيشتك على عقيدتك؟ على أي حال، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جعلهم الله إمة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي فيكم
كسفينة نوح من ركبها. وشنو معنى يا علي انقياد العبودية؟ هل إلا هذا هو؟ يعني أنا لما أساير الإمام فيما هو في ألا، وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه. الاقتداء وش رقى؟ إجا الاقتداء وش هذا؟ نفس العبودية أخي، الطاعة. الاقتداء يعني أشوف أش يسوي أسوي مثله، أشوف أش يأمرني أمتثل أوامره، عما ينهاني أتبنى نهيه، ومعنى تبعا له. فإذا نتمم هي معنى العبودية. العبودية هي هاي. هل يوجد مسلم مو مسلم، هل يوجد بشر على وجه الأرض لا يتلبس بهذا المعنى؟ حتى المسيحيين، حتى اليهود، حتى المجوس. سادة في الأنام كانوا علماء ذولا يا أخي من الجهال، وضعوا أنفسهم لسيد الشهداء وجعلوا له التصرف الكامل حتى في الأرواح التي بين جنوبهم. يعني بعبارة أخرى أنهم استعبدوا أنفسهم لسيد الشهداء لأنه ولي الله في أرضه. ولا تعجب من قول ولي الله في أرضه، ماكو أحد من العلماء من علماء من ماكو مو من الجهلاء، بقول ليش من العلماء، ماكو واحد من الجهلاء يقول أن لله، أن لله تبارك وتعالى ولي من ذل، ماكو أبد يا أخي. الولي مو الولي من ذل، يعني مو الله قاصر وهذه تولى التصرف عنه، مو كذي مو كذي. ولي له من الموالات، يعني من المتابعة، ولي له. متارة نقول ولي عليه، وتارة نقول ولي له. الولي إليه يعني هو الموالي المتابع، والاه يعني تابع، هذا معنى والاه. لما نقول أن الحسين ولي الله أو علي ولي الله، وقد نطق القرآن بذلك، ألا إن أولياء الله آية كبرها في القرآن تتلى 15 قرن الآن، مو سنة ولا 15، وقد أجمع القراء عليها. ترى أن القرآن عندما يقول ألا إن أولياء غلطان، يعني موت. ولي الله يعني الله تبارك وتعالى جعله وليا على خلقه من قبله، يعني يتولى ما يريد، يتولى تدبير ما يريد الله من عباده، هذا معنى، لأنه صلاحي. عينا مثل ما تولي أنت واحد من أولادك الكبار على أولادك الصغار، قل له تعال أنت يا ابن الكبير، ترى أنا رجل شيبت الآن مثلا، وأريدك تصير ولي بحيث أنت أوامرك أوامري، موجود أوامرك أوامري، يعني اللي تنفذه أنت أنا أنفذه. فالحسين يا أخي أو علي بن أبي طالب أو أي إمام أو رب، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، آخر قرآن عدنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شنو معنى الحكي؟ ما تقول لي ما حسنوا ولي وليكم، شو معنى يعني ولي عليكم لله، يعني انا اعطيت صلاحية على ان يتصرف في توجيهاتكم وفي تدبير اموركم لدنياكم واخرتكم. فلما اعرف ان الله عطى ولاية، أن الرسول صالح لأن يكون وليا على المسلمين وعلى البشر من قبل الله، ليش ما يصير ولي الله؟ وليش ما يصير علي بن أبي طالب من بعد ولي؟ وليش ما يصير الحسين ولي؟ إيش معنى يعني ليش؟ ماكو واحد يا أخي من جهلاء الشيعة يقول على أن لله ولي من ذل. على أي حال، سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي
صاروا عبيدا. آخر يقول وقفوا موقفا لون الرواسي، وقفته لزال منها ذراها، قد أثاروا إلى السماء قتاما، حسب الناس أن ذاك سماها، وأثاروا إلى السماء رعيدا، نفخة الصور كان دون صداها. لو ترى في الكفاح لمع المواضي، قلت أن الشهاب كان ضباها. إلى أن يقول بأبي، الله أكبر، ايش كبرها؟ تعرف بأبي شنو يا أخي؟ ترى احنا قلنا من أول اتسع العلم الآن نفهم الحمد لله لفظة بأبي. يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، متعلقة شنو؟ أقرأ أو متعلقة آكل أو متعلقة كذا؟ أكو شيء، أكو فعل. يعني أنت بتقرأ قرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. زين، لما تمد ايدك الى 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 الى, إلى الماعون او الى الطعام تقول بسم الله الرحمن، تقول يعني اكل او اكلي بسم الله الرحمن الرحيم. لما يقول بأبي ايش معنى؟ يعني بأبي افدي، بنفسي افدي. الامام الصادق يقول لصفوان سيدي، قال له نعم، قال له أنا عازم على زيارة الحسين، عرفة جاية، إن الله لينظر إلى زيارة الحسين يوم عرفة قبل نظره إلى حجاج بيته الحرام. زين، قطعا يستعظم هذا الرجل لما يسمع الأجنبي عن فضل أهل بيته وكرامة أهل بيته، يستعظم الحكي. لكن نقول لا، نقول ترى الله تبارك وتعالى له للعبد الصالح المجاهد المناضل المضحي له مقام كبير عند الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى الحج، لا يا أخي، الحج في خليط فيه العاصي والطايع والمتمرد والعدل والأعوج والمؤمن والمخلص وكل أحد. لكن يا أخي قبة الحسين، قبة الحسين شيء. إن الله لينظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرف قبل نظره إلى حجاج بيته الحرام. شاهد مو هنا، شاهد يقول له سيدي أنا راح أزور، أريد تعلمني زيارة، أزور ابها الحسين، علم زيارة وارث. قال له إذا وصلت إلى كربلاء فاغتسل والبس أنظف أثوابك وتطيب، وقف على باب الحائر واستأذن، إلى أن قال له فإذا سالت دمعتك فاعلم أنها إذن بالدخول. رزقنا الله وإياك زيارة تلك المشاهد العظيمة والمقامات المقدسة. شاهدي يقول له ثم ادخل وقف على قبر الحسين وقل السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، سلام عليك وارث نوح، زيارة وارث. قال فإذا انتهيت فمل عند رجله، وقف على قبور الشهداء وقل السلام عليكم يا أنصار الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. اسمع، ثم قل بأبي أنتم وأمي طبتم، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا. أدري أدري، كأني بقائل يقول أن هذه الطائفة عندها عواطف واجد يا أهل البيت، هذا مو دين، هذه عاطفة. تقول يا حبذا، خلي عاطفة عاطفة. التعاطف مع أهل البيت خير من التعاطف مع يزيد، التعاطف مع أهل الحق خير من التعاطف مع أهل الباطل. صير عاطف وياه الحق يثيبك الله، لا تكن متعاطف مع الباطل يخزيك الله. اتعاطف يا النبي، اتعاطف يا علي،
تعاطفي يا فاطمة، تعاطفي يا أهل البيت، عاطفة محمودة. والله أمر بها في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا. إلا إيش المودة؟ شو نسميها؟ عاطفة أو معاطفة؟ محبة أو لا؟ الله يأمر بالتعاطف مع أهل البيت. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا أخي الشيعة جاءوا أخذوا الثناء على هالأنصار من وين؟ أخذوا من أهل البيت، من الرسول، إلى أن توصل للإمام علي. يقول لابن عباس: سيدي ما هذا؟ يوصل بعد رجوعه من النهروان، يوصل إلى أرض كربلاء، يخلي رجليه من الركاب، ياخذ الرمح يسوي دائرة. يقول ابن عباس: رأيت فعل من أمير المؤمنين عجيب غريب، أريد أشوفه شو يسوي. خط خطة، يعني المحل الذي في قبر الحسين وقبر الشهداء، خط خطة، ثم أخلى رجليه من الركاب وأخذ يطوف حول الخطة وهو يقول: صبرا صبرا أبا عبد الله، صبرا صبرا أبا عبد الله، مالي ولآل اسمالي ولآل أبي سفيان، مالي ولآل حرب حرب حزب الشيطان. يقول لابن عباس: سيدي ما هذا؟ هذا شنو؟ بكاء ونحيب وطواف بهالبر؟ هذا ماكو شيء. قال له: بلا اكو شيء، انت عندك ماكو شيء، انا عندي اكو شيء في صدري هنا، هالمر رسول الله جاي، ادري ما هو. قال: يا ابن عباس، ها هنا مناخ ركاب، ها هنا مناخ ركاب ومنازل شهداء، قوم لا يسبقهم بالفضل من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. وعلى هذا، يعني لما كان عاطفة أمير المؤمنين مع الحسين وأصحاب الحسين وبنات الحسين وأطفال الحسين، أيضا الشيعة عاطفتهم معها. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك ماكية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. يا كربلاء كم في صاحت من صوايح، ويا كربلاء كم في جناحت من نوايح، على إمام في ترابك ظل طايح، يا حسرتي رضت ضلوع على عوجية، نلت الفخر يا كربلاء دون الأراضين، نلت الفخر يا غاضري بذبحة حسين، احنا لك الزوار من كل البلادين. الى وين يا زوار؟ قال الغاضي: يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لغبو، ندخل الحاير بالبواكي ولطم لصدور، ونصير مثل الجلب لفارق، ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون، والزيز زفرتنا ويقرح ماي لعيون، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محن الظهر والصيح يا ابن قطعت بيه الزيارة للمخاب.
ايام سلب الحريم الهاد. اذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الاله قرير عيني وحاشا ان تمس النار جسما عليه غبار. يا الله تغمد الفقيد تغمد الفقيد برحمتك واسكنه فسيح جناتك واغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات وعندك نحتسبه يا رب العالمين. واخلف على أهله في الغابرين واربط على قلوبهم بالصبر يا أرحم الراحمين. واجعلنا اللهم وإياه ووالدينا ووالديه من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وإلى روحه رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.